أشكركم على وقودكم وعلى مساعدتنا، بس احنا لسه محتاجين اهتمام اكبر وتأخير، ساعدونا. يوم زي النهاردة يوم مهم جدا. مفكر ان كانت في زميلة ليا في الجامعة الامريكية اركيتكت دكتورة ماجدة مصطفى، كان شغلها كله على مدارس للأوتيستيك تشيلدرن، قال دي فرصة مناسبة ان انا اتعاون معها ومع الابنية التعليمية عندنا ونبني فصول للأوتيستيك تشيلدرن في كل محافظة على الاقل، وللليرنينج ديسابيليتيز وكده. ده موضوع مهم جدا، فانا بوعدكم ان احنا نعمله في اطار اللي بتقوم بيه مصر من رعاية ابنائنا اللي هم عندهم اي نوع من انواع الصعوبة في التعلم او صعوبة حركية او ما شابه. الإتاحة اللي حققتها الوزارة لدمج أبنائنا من زاوية أشكال مختلفة من الإعاقة لحد ما بلغ عدد هؤلاء الطلاب المدمجين في التعليم العام ما يقرب من 20,000 طالب في التعليم العام والفني، أطفال موهوبين جدا، ومجرد اختلاف في حاجات بسيطة جدا انهم هم ممكن يبقوا اكثر موهبة. الحقيقة احنا بقالنا 6 سنين بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوتيزم بنحتفل باليوم العالمي للتوحد، ويمكن احنا من 2012 عملنا خطة ازاي ان احنا نقدر نقدم خدمات متكاملة للأطفال، وفي 2013 افتتحنا اول مركز رعاية نهارية حكومي بيقدم خدمات علاجية للأطفال التوحد والاكتشاف المبكر. المراكز اللي عندنا بتقبل الأولاد أقل من 6 سنين، وبعد كده بنأهلهم إنهم يدخلوا المدرسة، أو لو قدراتهم أقل من المدارس بنبتدي نوجههم للمراكز التابعة لوزارة التضامن. أتشرف وأفتخر إن تم تكليفي إني أكون سفير لليوم العالمي للأوتيزم في مصر، وإني أقدم الحفلة كمان، فده طبعا شيء يسعدني لأن إحنا بنقدم حاجة لبلدنا ولولادنا ما فيهاش نوع من أنواع العطف أو الشفاء، ده واجب وحق ليهم. الأوتيزم عبارة عن قصور في النمو العصبي. طفل عشان يتشخص أوتيزم لازم يبقى عنده قصور في اللغة، في اللي هي التواصل، الناحية الاجتماعية والسلوكيات. فما بنقول قصور في اللغة بيبقى الطفل بتأخر في الكلام، أو ساعات مش بيكلم خالص، أو بيكلم كلمات فردية، بس قليل جدا أنك تلاقي طفل أوتيزم عارف يعمل حوار معك. بنتعامل مع الطفل بناء على السلوك بتاعه، لان هو مفيش لغه، فاحنا بنشوف هو بيحاول يفهم ايه. يعني مثلا اما طفل طول النهار بيصرخ عشان بيحاول يجذب انتباهنا، اوكي، فبنعلمه برضه بالسلوكيات بنفس الطريقه ان احنا بنتجاهله، فهو بيفهم بعد شويه ان الصريخ مش جايب نتيجه، فنديله بديل، عايز كذا شاور عليها، او اديني الصوره، او حاول اقول الكلمه. فمن خلال السلوكيات دي الطريقه اللي بتتعامل بيها مع الاطفال. اول حاجه بنشتغل عليها هي الادراك، بنشتغل على ان الطفل يبقى مدرك هو فين، مين مامته، مين باباه. يعني لدرجه ان كان في ام بتشتكي ان هي خرجت او جت ابنها مش بيلاحظ، لو اتحط قدامه اسد مش بيلاحظ. الدرجه في الاول بيبقى الادراك متاثر. انا تقريبا رئيس الاتحاد الشرفي للأوتيزم، يعني انا مهتم بيهم جدا جدا جدا، دول احباب الله، لان انا عندي حفيد يعني أوتيزم يعني عايش معايا، واحس باحساسات الاهالي اللي عندهم ولاد كده، لكن اللي خلق الداء خلق الدواء، يعني لازم دايما يبقى عندنا امل في الشفاء، الشفاء هو الله، بس المهم الواحد لا ييأس ويتعلم الأوتيزم ده يتعايش مع الحياه واندمج مع المجتمع. عملت مركز اعاقه في الاسماعيليه، الدكتوره داليا اللي عملته معانا مع جامعه عين شمس، ودربنا تيم ورك جامد جدا لتدريب المعاقين عموما والاوتيزم بالذات، ودربناهم مع جامعه عين شمس. المركز دلوقتي بقى شغله نشاط، ومعملناهوش للهيئه بس، لا لكل المرض ما بيرمارس مميز ده هيئه او مش هيئه، قال كلهم ابناء الشعب المصري. وقت كله قناه السويس النهارده، كل مباني قناه السويس ترقاء اللون النهارده. ليه؟ ان سوف العالم كلها بتعدي من عندنا، فبنبعت رساله للعالم كله ان احنا بنحترم المرضى وبنحترم مرضى الاوتيزم، ونحن بلد حضاري وبلد مثقف. نورت كل مباني الهيئه باللون الازرق النهارده.
يعسف إيميلي وعتاد عم أحمد وعمر خيرت. بنساهم مع الجمعية المصرية للأوتيزم في إطلاق حملة ما تلخصنيش في كلمة. ما تلخصنيش في كلمة دي حملة إحنا الهدف منها إن إحنا نحاول ننشر الوعي ونرفع الوعي بأهمية التعامل الطبيعي والسهل والبسيط مع ذوي التوحد. إحنا بنحاول إن إحنا نلفت النظر للأهالي الأمهات والأباء إنه في مرض اسمه التوحد، وللأسف إن المرض ده بيجي بعد من سن 3 سنين 4 سنين. يعني الأهالي بيلاقوا أنه أطفالهم أطفال عاديين وأصحاء وما عندهمش أي مشاكل، فبقى طبعا في بعض الناس يقول لك إيه، أصل هو لبسه عفريت، أصل هو حالته النفسية، أصل هو يعني إيه، ما بيفهموش ما بيعرفوش هو إيه المرض. فإحنا بنلقي الضوء علشان نوعي الناس لأنه دي حاجة جديدة الحقيقة، كل همنا بس أنه يعرف يتجاوب مع المجتمع بره ويبقى عضو فعال في المجتمع، هو ده كل هدفنا. في 9 عواصم السنة دي أنه بيخلوا اللون أزرق على أهم معالم موجودة في البلد باللون الأزرق عشان نلفت النظر، عشان الناس تسأل هم منورين ده ليه لونه أزرق. أنا موجودة هنا في إيفانت مهم بصراحة بالنسبة لي أني أكون متواجدة فيه عشان الهاشتاج ما تلخصنيش في كلمة، أنه ناس دي زينا بالضبط ولازم نساعدهم. نسم علينا الهوى من نظرة الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني العالم بلادي.